الله أكبر. 4/11/2012 اتصل من المستعير متمركز في شركة الكهرباء على سوق الغنم اليوم الرابع على التوالي. الله أكبر. 4/11/2012 المركز الإعلامي في الميادين. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. سحب الدخان تتصاعد من المنطقة بشكل كثيف. الله أكبر. الله أكبر. هذه مؤسسة الأعلاف المتواجد فيها عناصر وشبيحة الطاغية بشار الأسد، المحاصرة منذ 4 أيام من قبل أبطال الجيش الحر في مدينة الميادين وريفها. 4/11/2012 المركز الإعلامي.